بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق من مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن بيضة فصيلة من فصائل الطيور، عبارة عن فصيلة تعيش في منطقة صحراوية اسمها البدية. طبعا هذه البيوض عبارة عن بيوض صغيرة جدا، تصل طولها تقريبا إلى 2 سنتي مثل ما تلاحظون، إلى 1.5 سنتي تقريبا. وغالبا يعني تجلس تقريبا 25 يوم على فقس هذه البيضة. وهذه الفصيلة كلنا نعرفها، يعني الطائر البدية يعيش بنسب كبيرة جدا في الأحساء والمنطقة الشرقية مثل ما تلاحظون. طبعا قبل فترة درست جنين خاص لهذه البيوض. طبعا هذه الفصيلة يعني منتشرة بنسبة كبيرة جدا، وأنا أدعو جميع الباحثين بدراسة علم أجنة الطيور ودراسة يعني المخلوقات من الصفر، ودراسة نمو المخلوقات من الناحية التشريحية داخل علم الأجنة. يوجد الكثير من المخلوقات حتى الآن لم تدرس، بالذات الطيور، كونها يوجد أكثر من 60 ألف نوع من الطيور. لم تدرس البيوض بشكل يعني مفصل، وإن شاء الله راح نتعمق في الدروس القادمة ونعرض لكم بعض الأجنة التي درستها داخل البيوض، كوني درست أجنة كثيرة جدا من الصفر. طبعا ليست هذه البيضة الوحيدة التي درستها، أيضا يوجد بيضة أخرى. عفوا دقيقة بس. مثل ما تلاحظون يوجد بيوض كثيرة جدا، وإن شاء الله راح نعرضها في الدروس القادمة، ونعرض الأجنة التي شرحتها في المقاطع الفيديو في فيديو مستقل إن شاء الله. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.